هذا البارت الثاني من المحاضرة اللي هو الثايرويد هرمون. قبلها انت لازم تشوف الانترودكشن، صار اعتقد اكثر من ساعة وعشر دقائق بالتفصيل كاملا، يعني اخذنا الموضوع بنسبة 99% تقريبا. هسه مجرد راح نراجع مراجعة سريعة، المحاضرة راح تكون جدا مختصرة لان كل شيء موضح بها بالانترودكشن. الثايرويد هرمون هاي انا شرحت لك اياها بالمقدمة، قلت لك لماذا خلق الله الثايرويد هرمون؟ من اجل الجروث والميتابوليزم، انه هي تسهل النورمال جروث من خلال انه تسوي مينتيننج المن للميتابوليزم داخل التشو. زي شنو هي هرمونات الغده الدرقيه؟ اكيد التي 3 اللي يكون موست اكتيف، والتي 4 يعني التراي ايودوثايرونين والثايروكسين، هاي حكيناها. اذا صار نقص بهاي الهرمونات راح يصير هايبو ثايرويدزم. شنو هي الاعراض؟ براديكارديا، ما يتحمل برد، منتال اند فيزيكال سلوينج، تقل الحال يعني يصير عنده تخلف وقله بالفيزيكال اكتيفيتي، كلهم فسرت لك اياهم بالمقدمه، مو مجرد براديكارديا وكولد انتولرنس يعني فصلت لك. وبالتشيلدرن اذا اقل عنده اكيد راح يصير عنده، لان هي مهمه للنمو، مهمه للجروث. فالتشيلدرن يعني اللي اقل من 3 سنوات او اقل من سنتين ونص، اذا ما عنده ثايرويد او عنده نقصان بهاي الهرمونات راح يصير عنده منتال ريتارديشن اند دوارفيزم، وهاي فصلت يعني فصلت كفهم بها ليش بالمقدمه. زين اذا صار اكسس راح يصير عنده شنو؟ اكسس بهاي الهرمونات راح يصير عنده هايبر ثايرويدزم. شنو هي الاعراض؟ تاكيكارديا، كاردياك ارزمي، بودي ويستنج، نيرفسنس، تريمرز، ما يتحمل حراره، وهم فسرتها ليش. يعني اللي يريد التفسيرات انا مفسر بيها بالانترودكشن، اللي يريد يعني مجرد يقرا هاي الملزمه ما يفتهم فهم كامل، يعني مجرد يلتزم بكلام المصدر فبراحته. زين لكن يعني اشوف الانترودكشن يعني ضروري 100% انه ينقري. زين اما الثايرويد جلاند، هاي انا هذن السلايدات ذن كلهم نفصل بهن بالسينتسيس، اعتقد من دقيقه 19 بالمحاضره بالانترودكشن، لكن راح اعيدهن بصوره سريعه. يقول اللي هو الثايرويد جلاند اللي هي ميد اب ميتيكون من الفوليكل سيلز، ها وهاي يعني عباره عن سنجل لاير اوف ابيثيال سيلز سراوندينج اوف اليومن فيل، وانه هذا ثايروغلوبيونين راح يتخزن داخل الثايرويد هرمون. هذا الثايروغلوبيونين عرفناه هو عباره عن بروتين يتخزن بالثايرويد هرمون ويرتبط ويا الايودين، وبالتالي يكون لي تي 3 والتي 4. ومن يتحكم بهاي العمليه؟ اكيد التي اس اتش اللي هو الثايروتروبين، من خلال شنو؟ اكيد الانتيريور بيتيوتري اللي هو الريجوليشن. هسه اعيد لكم اياها، هاي الهايبوثالاموس راح تنتج للتي ار اتش، وين يروح؟ للانتيريور بيتيوتري. هاي الانتيريور بيتيوتري تطلع لي التي اس اتش، هذا التي اس اتش يروح للثايرويد، شو ينتج لي؟ تي 3 والتي 4. اذا يعني صارت النورمال مالتهم تي 3 والتي 4 او زادت عن حاجتهم الطبيعيه، ايش راح يصير؟ نيجاتيف فيدباك. وهذا الكلام مو جديد عليه، يعني شرح لك اياه بالانترودكشن العام اللي هو بالساعه و28 دقيقه، وبالانترودكشن اللي سجلته قبل هذه المحاضره. طبعا انا اعيد واكرر يعني بخصوص الانترودكشن، لان انتم ما بدكم تشوفون الاسئله اللي جاي انسال بيها، يعني اسئله صراحه وللامانه مو مال طلاب مرحله رابعه. فالمهم التكرار يعني اشوفه واجب انه اكرر عليكم. هاي بخصوص السينثيسيس، هذا الكلام انت ما محتاجه، هذا السلايدين انت ما محتاجه. ليش؟ لان راح اشرح لك اياه على الفيجر بصوره سريعه. زين واذا تريد التفصيل اكثر فارجع للانترودكشن، خبلكم بالانترودكشن. زين هذا نجي على المصدر لان هو بسيط. احنا عندنا الايودايد بالبلازما، هذا شنو هو الايونايزد ايودايد؟ نريد ندخله للفوليكل سيلز او للثايرويد او سيلز مثل ما مسميها هنا. شلون نسوي له ابتنج؟ زين هذا الايودايد راح يدخل لداخل الخليه. هذا الايودايد احنا ما راح نتعامل وياه، نريد الايودين. يعني الايودين هو شنو؟ هو عباره عن تو ايودايد، فهذا الايودايد راح يتحول الى ايودين. شو يصير للعمليه اوكسيديشن اللي هي من خلال انزيم البيروكسيديز؟ زين هاي حصلنا الايودايد. زين من خلال التايروسين اللي هو الامينو اسيد، ايش راح نصنع؟ راح نصنع الثايروغلوبيولين. اذا هذا طرف وهذا طرف، مجرد راح ندمجهن سويه، نسوي لهن كوندنزيشن، ها وراح نكون التي 3 والتي 4 اللي هو الكوندنزيشن شو يسموه هنا؟ ايودينيشن اللي هي ارتباط الايودين مع الثايروغلوبيولين.
زين ويكون ال T3 و T4 هذا الكوندنسيشن صار هنا. من تكون ال T3 و T4 احنا محتاجين نفصلهن عن الثايروغلوبيولين نفرزهن عن طريق اللايزوزوم او اللي اسمه الثاني بروتيولايتيك او بروتييز زين مثل ما يسمونها بروتيولايتيك ريليزنج اوف هرمونز زين اللي هو بروتيولايز يفرز او عفوا يفصل ال T3 و T4 عن الثايروغلوبيولين بالتالي راح نحصلهن زين. هذا ما مفصل هذا مال المصدر بس ما بي التفصيل الكامل. التفصيل الكامل هنا راح اعيد لك اياه زين. انت عندك ايودايد وين بالبلود او يعني بالبلازما محتاج تدخله للخليه. شلون راح تدخله للخليه؟ عن طريق السمبورتر اللي هو شو اسمه صوديوم ايودايد سمبورتر اللي هو يدخل الايودايد والصوديوم. صوديوم احنا ما لنا دخل بيه لان هنا راح تصير مجرد عمليه استهلاك للطاقه اي تي بي. هذا الصوديوم راح يدخل بيها لكن احنا محتاجين الايودايد. هذا الايودايد راح يطلع من الخليه من الفوليكل سيلز وين يروح للكولايدر؟ يطلع عن طريق البندرين زين. هسه صار عندنا بالفوليكل كولايدر صار عندنا الايودايد. احنا ما نريد ايودايد. شو نريد؟ نريد الايودايد. هذا الايودايد يتحول الى ايودايد عن طريق الاوكسيديشن من خلال انزيم البيروكسيديز. هسه حصلنا المعادله حصلنا هذا اول طرف. الطرف الثاني راح نخلق الثايروغلوبيولين. شلون؟ عن طريق الاندوبلازميك ريتيكولم من خلال التايروسين. التايروسين راح يصنع لي الثايروغلوبيولين ويطلع خلال الاكسوسايتوسيس فنحصل الثايروغلوبيولين. هسه ايش حصلنا؟ حصلنا الايودين وحصلنا الثايروغلوبيولين. راح ندمجهم اثنيناتهم بعمليه اسمها ايودينيشن زين. وراح يصيرن كونجيجيشن اثنيناتهم. اذا اندمجن داي مع داي راح يعطينا تي 4 واذا داي مع مونو راح يعطينا تي 3. هاي بتطلع خلال اندوسايتوسيس ويصير لها تكسير يفصل التي 3 والتي 4 عن الثايروغلوبيولين هذا البروتييز البروتولايسيس عفوا. نحصل التي 3 والتي 4 هاي بتطلع للبلود زين. واخر عمليه التي 4 يتحول الى تي 3. ليش؟ لان هذا التي 3 مور اكتف وهو اللي راح يشتغل. هذا المختصر وجدا مهمه. ليش مهمه؟ لان راح تفيدكم الادويه راح تثبط لي هذا الانزيم وتمنع تحول الايودايد الى ايودين. فاللي عنده هايبر ثايرويدزم راح نستخدم له دواء من هذا الادويه اللي تثبط هذا الانزيم حتى ما يكون الايودين وبالتالي ما يتكون التي 3 والتي 4 زين. وعندنا ادويه قديمه تثبط هذا السمبورتر بس هاي الادويه بعد ما تستخدم اللي هي البروتيولايتيك زين. هاي ما ذاكريها بالمصدر اصلا ذاكرين بس هذه الادويه بخصوص الهايبر ثايرويدزم شلون تعالجه. هذا كل الكلام حكيت لك اياه. الميكانيزم باختصار انه عندك التي 3 والتي 4 راح ترتبط بالتي بي جي اللي هو الثايروكسين بايندينج جلوبيولين. هذا الاختصار راح يمشي وين التي 4 راح يتحول الى تي 3. شلون يطلع ايودايد من عنده؟ من خلال انزيم الدي ايودينيشن. يعني يطلع ايود واحد بالتالي تي 4 من خلال انزيم الدي ايودينيز يطلع التي 4 تصير تي 3. ليش؟ لان هو اصلا التي 3 هو اللي الموست اكتف بالتالي شغله جينوميك. وين راح يدخل؟ يدخل على النيوكليار يشتغل على الدي ان اي بالتالي شي يطلع لنا المسنجر ام ار ان اي. هذا المسنجر ام ار ان اي راح يروح للرايبوسوم يخلق لي البروتين. يعني شي يسوي البروتين سينثيسيس وهذا البروتين سينثيسيس راح يعطينا الميتابوليك افكت مالته. وهذا نفس الكلام راح تلقاه هنا مجرد عيد الكيا زين. الفارماكوكاينتيك التي 3 والتي 4 راح يصير يعني يصير لها مباشره ابزوربشن بعد ما تناخذ اورالي لكن هي تتاثر بالفود والكالسيوم والايون سولت بالتالي يعني تتاثر بالانتاسيد. ليش؟ هذا الانتاسيد بالكالسيوم زين وتتاثر بالايرون سولت وبالتالي راح يقلل الابزوربشن مال التي 4 زين. يصير لها دي ايودينيشن التي 4 يتحول الى شنو؟ الى تي 3 من خلال الدي اي. يعني نطلع ايودين واحد بالتالي التي 4 قلناه يتحول الى تي 3. هذا هو بعد ما بيها شيء. هاي
يعني وراها يصير له كونجيجيشن اكيد بالميتابوليزم يصير له كونجيجيشن والجلوكورونويد وبالتالي جلوكورونويد او السلفيت وبالتالي اكسكريتد وين بالبايل. هسه التريتمنت مال الهايبوثايرويديزم قبلها انت ارجع للانترودكشن اعرف شنو الهايبو والهايبرثايرويديزم شنو السيمتومز مالتهن شلون تسوي لهن دايجنوسيس ويعني شلون تعرفهن التحاليل كذلك شرحتهن شلون تميز بيناتهن وبعدين تعال على التريتمنت. هسه يعني انت لازم تعرف المرض شنو يلا تعالجه. فالهايبوثايرويديزم باختصار هو يعني اشهر شيء يصير له شنو اوتو اميون اللي هو من هو هنا انا ما ذاكره اللي هو من هو الهاشيموتو اشهر واحد الهاشيموتو ديزيز اللي هو يصير ديستركشن اوف ذا جلاند. وشون يسوي شلون يسوي له دايجنوسيس انه هاي تي اس اتش راح يزيد ليش لان هو من اسمه هايبوثايرويديزم اذا التي 3 والتي 4 شنو قليلات وش مسويات نيجاتيف فيدباك المن للتي اس اتش قالت له يابا التي 3 والتي 4 احنا قليلات زيد للتي اس اتش زيد للتصنيع حتى بالتالي زيد التي 3 والتي 4 زين وراها شيء يقول لك يقول لك التي 4 اللي هو الليبوثايروكسين مفضل على التي 3 اللي هو الليوثايرونين. ليش اكو هنا اسباب لان هو اصلا احنا قلنا التي 4 راح يتحول راح يتحول عفوا بارفرال من خلال انزيم الديايودينيز تي 4 راح يتحول الى تي 3 فاحنا حصلنا الغايه زين اللي هو التي 3 اصلا المور اكتيف فماكو داعي ناخذ التي 3 لان هو اصلا التي 4 راح يتحول الى تي 3 هذا السبب الاول. السبب الثاني انه التي 4 راح يكون لونج هالف لايف والسبب الثالث انه اقل من حيث الادفيرس افكت التي 4 اقل ادفيرس افكت من التي 3 لان تي 3 هو اصلا مور اكتيف فبالتالي ممكن يسوي لي مشاكل فاحنا نفضل التي 4 على التي 3 هاي مجرد اسباب لك تعرفهن لكن اللي بالمصدر انه تي 4 مفضل على التي 3 زين مفضل على التي 3 او الكومبينيشن بين التي 3 والتي 4 زين هاي يعالجن الهايبوثايرويديزم باختصار يعني ما بها هاي قلت لك اياها ليفوثايروكسين افضل من التي 3 لان الا لونج هاف لايف والدوز مالته يعني 6 الى ويبقى من 6 الى 8 اسابيع. يقول لك اذا صار توكسيسيتي بهاي الادويه يعني ايش راح يصير زياده بالتي 4 بالتالي من يزيد التي 4 يعني باعتبار السايد افكت او التوكسيسيتي اللي راح يصير هو يعني يصير مثل الهايبرثايرويديزم مثل السيمتومز مال الهايبرثايرويديزم اللي هو يعني ايش راح يصير عندي راح يزيد الميتابوليك ريت راح يزيد الاكتيفيتي بالتالي يعني ايش راح يصير عندي نيرفوسنس بالبيتيشن تاكيكارديا ما يتحمل حراره انتولرانس الوزن مالته هو يحرق هواي الوزن مالته قليل والابيتايت مالته عالي هاي كلهم فصلناها يعني هسه شنو هي الادويه اللي تسوي انديوس للسيتوكروم بي 450 يعني راح تسرع الميتابوليزم من تسرع الميتابوليزم يعني راح تكسر هاي الادويه وبالتالي يعني يقلل الادويه يقلل الافكت مالتها الافكتيفنس منو هاي الادويه الفنتنوين الريفامبين الفينوباربيتال يعني اكيد تعرفوهم الادويه اللي تسوي الانديوس لهذا الانزيم اللي هو سيتوكروم بي 450 هاي مجرد توضيح للي قلته. هسه هذا الريجوليشن اريد اعيده شويه انه هاي الهايبوثالاموس راح تنتج للتي ار اتش هذا التي ار اتش اللي هو ثايروتروبين ريليزنج هرمون راح يروح للانتيرير بوتيوتري هاي الانتيرير بوتيوتري راح تروح للثايرويد تنتج للتي اس اتش هذا التي اس اتش اللي هو ثايرويد ستيميليتنج هرمون راح يروح للثايرويد يطلع لي التي 3 والتي 4 هاي تعطينا الايفكت مالته زين وبالنيجاتيف فيدباك يعني اذا زاد التي 3 والتي 4 يصير نيجاتيف فيدباك على البيتيوتري وعلى الهايبوثالاموس على الهايبوثالاموس من يقل يقلل التي ار اتش على البيتيوتري من يقلل التي اس اتش هاي هنا الكلام راح يفيدك هذا انا حاط هذا الفيجر. هسه احنا كملنا الهايبو هسه نجي شلون تعالج الهايبر ثايرويديزم او التسميه الثانيه لها ثايروتوكسيكوسيس زين اللي هو اشهر مرض يسوي هايبر ثايرويديزم مثل ما حكينا جرايفز ديزيز اللي هو الاوتو اميون ديزيز فصلته كاملا بالانترودكشن زين اللي هو شيء يسبب هايبر ثايرويديزم من يسبب هايبر ثايرويديزم يعني التي 3 والتي 4 عاليات بالتالي نيجاتيف فيدباك منه راح يقل التي اس اتش اذا ايش عندنا احنا
التي اس اتش عندنا قليله، وقلنا ليش؟ بسبب النيجاتيف فيدباك. وبالتالي ايش راح يصير؟ انهبشن للتي ار اتش هسه قبل شويه حكيته، وكذلك يصير الانهبشن المن للتي اس اتش، فراح يقل نتيجه لزياده التي 3 والتي 4 اللي مسبب هنا الاوتو اميون ديزيز اللي هو الجريفز. يعني عمليه سهله. زين يقول لك انت شلون راح اساعدك تي 3 وتي 4 زايد، شلون راح تقللهن؟ تقللهن اما تقلل السينثيسيس مالته اللي شرحته قبل شويه، او يعني تسوي ريموفال تشيل جزء من الغده، او تسوي انهبشن للسينثيسيس اوف هرمون اللي هي نفسها تي 3 وتي 4، او تسوي بلوكينج للهرمون فروم فوليكل، وراح نعرف ذني شلون. باختصار اساعدك الريموفال انت تشيل بطريقتين. طبعا هاي العمليه معقده جدا وتحتاج يعني يعني مو مال صيدلي، يعني هاي على الاطباء، بس انت مجرد عرفها يعني معقده جدا وتحتاج يعني عنايه خاصه، فمجرد حاطلك اياها بالمصدر ان الريموفال تصير بطريقتين، بالسيرجيكال والديستراكشن. السيرجيكال يعني هي من خلال العمليه تسوي لها السيرجيكال، او تسوي لها للجلاند تسوي لها ديستراكشن عن طريق الراديو اكتف ايودين اللي هو الايودين 131 اللي هو نظير الايودين، نظير الايودايد عفوا، اللي هو الاي 131 يسوي لها ديستراكشن للجلاند، او مباشره يشيلون جزء من عندها، جزء صغير مو هوايه طبعا بالسيرجيكال. زين يختارون يعني سلكتيف، يختارون جزء من الثايرويدر فوليكل سيل يشيلوه، وبالتالي راح تقلل تي 3 وتي 4. لكن اذا شالوا زياده عن اللزوم شويه، وهي اغلب الحالات هيك تصير، هذا البيشنت راح ينقلب، هو كان عنده هايبر ثايرويدزم، راح شي يصير عنده؟ يصير عنده هايبو ثايرويدزم بعد منه، بعد السيرجيكال او بعد الراديو اكتف ايودين. هو كاتب هنا بس الراديو اكتف ايودين، لكن هي بالحقيقه حتى بالسيرجيكال تصير. فبالتالي هو كانت عنده هايبر ثايرويدزم، شنقلب هايبو ثايرويدزم، فش يحتاج بشنو يتعالج؟ بالليفوثايروكسين اللي هو نعطيه التي 4 حتى يزيده، لان هو صار عنده شنو؟ هايبوثايرويدزم. فرقوا بيناته. زين شوف كلام المصدر شلون معقد ويحتاج لتحليل، يعني اذا قرات ايش مباشره ما راح تفتهم. زين هسه شلون تسوي انهبشن للثايرويد هرمون سينثيسيس؟ يعني مو يعني باختصار انا حكيته من شرحت السينثيسيس قبل شويه، اكو عائله اسمها الثايوامايد اللي هي بها الدواء البي تي يو اللي هو البروبيل ثايو يوراسيل، وبي ميثيمازول. زين ذن اثنيناتهم شي يسوون انهبشن المن للاوكسيديتيف بروسيس، للاوكسيديتيف بروسيس يعني شنو؟ يعني شي يثبط انزيم البيروكسيديز اللي هو هذا البيروكسيديز، يحول الايودايد الى ايودين، انت هذا راح تثبطه، بالتالي هذا الايودين ما راح يرتبط ويا الثايروغلوبيولين ويكون التي 3 والتي 4، وبالتالي حصلنا الغايه، يعني راح نقلل تي 3 والتي 4، وبالتالي يعني نعالج ابو الهايبر ثايرويدزم. فمحتاجين نفهم ما محتاجين ندرخ. زين هاي العمليه هاي حكيتها، يعني بالتالي ما راح يصير ايودينيشن، ما راح يرتبط الثايروسيل ويا الايودين، ولا راح يصير لهم كوندنزيشن او هو يسميهن اللي يسموها هنا بالمصدر كابلنج، وبالتالي ما راح تتكون التي 3 والتي 4، وبالتالي حصلنا الغايه مالتنا. وبالتالي اكو ميزه ثانيه لهذا البي تي يو اللي هو البروبيل ثايو يوراسيل، انه هذا يقفل كذلك البرفرال كونفرجن، انه يمنع تحول التي 4 الى التي 3. هذا الشيء راح يفيدك؟ اكيد راح يفيدك، لان انت من تمنع هو من اللي يشتغل بالجسم؟ من هو المور اكتف؟ التي 3. فبالتالي انت تمنع تحول التي 4 الى تي 3، يعني بالتالي قللت هاي الفعاليه مال التي 3، ما خليت التي 3 يشتغل اصلا. بالتالي التي 4 ما راح يشتغل زين، فعاليته قليله، فبالتالي راح تقلل هاي الفعاليه مال هاي الهرمونات اللي هي التي 4 والتي 3، بالتالي راح تعالج ابو الهايبر ثايرويدزم. زين وهاي يقول لك هاي الادويه مالها تاثير على الثايروغلوبيولين عفوا اللي مخزن اصلا بالجلاند، مالها تاثير واضح. زين هاي كلها شرحتها. اكو هنا شغله مهمه، شو يقول الكلينيكال افكت مالتها راح تتاخر. ليش؟ لان احنا اصلا عندنا ثايروغلوبيولين مخزن بالغده الدرقيه. فهنا اكو ملاحظه مهمه، لانه هاي الادويه تستمر عليها 4 اسابيع بالدوزات المحدده من قبل الدكتور،
لحد ما يصير ريجوليشن، لانه هذا المخزون مال الثايروغلوبولين يصير له ديبليتد، وراها تستمر تقريبا من 12 الى 18 اسبوع شهر، عفوا من 12 الى 18 شهر تستمر بالادويه مال لابل المريض اللي عنده هايبر ثايرويدزم. هاي المعلومه حطوها ببالكم. وراها يقول لك الميثيمازول هو مفضل على البي تي يو اللي هو البروبيل ثايوراسيل. ليش؟ لان له لونج هالف لايف، كذلك يعني يستخدم وان ديلي، فاكيد هو مفضل، واكيد اقل هو من حيث الادفيرس افكت. لكن يقول لك هذا البي تي يو هو مفضل للفيرس تريمستر، او يعني مفضل للبريجنسي. وهنا أنا اكو سبب ليش هو مفضل بالبريجنسي، يعني طول هسه حامل عندها هايبر ثايرويدزم يطوها البي تي يو اللي هو بروبيل ثايرويوراسيل. ليش ينطوها فقط البي تي يو ما يطوها الميثيمازول؟ لان هذا البي تي يو يرتبط قوي بالبلازما بروتين، فبالتالي الفري بارت او الاكتف مالته ما راح يشتغل قوي، بالتالي ما راح يدخل للبلاسنتا، وبالتالي ما راح ياثر على الطفل. هذا السبب ليش يستخدمون البي تي يو بالبريجنس، البي تي يو فقط. زين بالتالي البي تي يو يستخدموه بدل الميثيمازول، لان هذا الميثيمازول له ريسك تيراتوجينيك افكت، وبالتالي الامن من هو يعني ايش نستنتج؟ البي تي يو هو يستخدم مع البريجنس لان ما يدخل البلاسنتا. زين لكن هذا البي تي يو صح هو يستخدم بالبريجنس، لكن يسوي مشاكل اخرى. شو يسوي؟ يسوي هيباتو توكسيسيتي، راح ياثر على الليفر، ممكن يسوي الليفر فيلر. وايضا شو يسوي لنا؟ يسوي لنا اجرانيولو سايتوسيس. اجرانيولو سايتوسيس شنو هاي الاجرانيولو سايتوسيس؟ هاي يعني يصير نقصان بالوايت بلوت سيل، ها يعني راح تقل المناعه، وبالتالي شو يصير عند الشخص؟ يصير عنده فيفر، يصير عنده سور ثروت. هنا الميسيوز اللي راح يصير انه عبالهم انفلونزا مثلا صاير عنده، شينطو يطو انتيبايوتيك. هنا لا، هنا انت كصيدلاني لازم شو تسوي؟ ايش تساله شنو تاخذ ادويه؟ اذا قال لك اخذ ادويه مال اللي تقلل هرمونات الغده الدرقيه مثلا ماخذ ميثيمازول، هنا من عرفت الهستري راح شو تقول له؟ قل له سوي لي تحليل السي بي سي. سي بي سي بالتالي اذا عنده نقصان بالوايت بلوت سيل انت راح تعرف هاي شنو اجرانيولو سايتوسيس. وشنو الحل؟ راح توقف له الدواء مباشره وتعطيه فلويد، وكذلك تعطيه شنو؟ الدكساميثازون حتى يقلل التوكسيسيتي على البون مارو. ليش؟ لان هو البون مارو مستنتج لي يعني لها علاقه ويا الوايت بلوت سيل، والوايت بلوت سيل اصلا قليله. فهاي يعني للمعلومه لكم، مجرد حبيت اوضحها، هاي مجرد باختصار انه ادويه اللي عنده هايبوثايرويدزم تعطي اما تي 4، هي بالاغلب تعطي تي 4، او ممكن تعطي ايش وقت تعطي تي 3، تعطي بالامرجنسي اغلب شيء، او اذا قلت التي 3 والتي 4 لكن التي اس اتش بقت عاليه فانت مباشره محتاج تعطي تي 3. زين يعني هاي معلومه لك، وهاي ممكن تعطي ككومبينيشن، لكن هي الفيرست لاين تعطي تي 4، وقلنا الاسباب ليش تعطي تي 4. اللي عنده هايبر ثايرويدزم تعطي بروبيل ثايويوراسيل او ميثيمازول. ذن الميكانيزم مالتها هاي انا شرحته، راح يثبط هذا الانزيم وراح يثبط ايضا الكونجوجيشن اللي يصير، بالتالي ما راح يتكون التي 3 والتي 4، وبالتالي راح يقلل التي 3 والتي 4 وتعالج الهايبر ثايرويدزم. انت هاي منها حصلتهن مثلا نورمال، شنو هو الميكانيزم مالتهن؟ هاي التي 4 والتي 3 طالعات، هذا التي 4 راح يتحول خلال هاي الانزيمات اللي هي دي ايودينيز اكو 1 و 2، هذا التي 4 راح يتحول الى تي 3. هذا التي 3 هو اللي راح يشتغل على الجينوميك، يدخل للدي ان اي يسوي الترانسكريبشن، يطلع الام ار ان ويخلق لنا البروتين، وبالتالي تشتغل الهرمونات. لكن هذا اكو التي 4 ايضا الى تحويله ثانيه يتحول الى ريفيرس تي 3، وهذا يكون ان اكتف، هذا ما يهمكم اصلا، ما له ذشر بالمصدر، فاتركوا. اعتقد هذا ملخص كامل للمحاضره. هاي الاخر شيء يقول لك شلون تسوي بلوك للهرمون ريليز، اللي هي ظاهره الولف تشيكوف
افكت انا شرحتها بالانترودكشن شنو هاي؟ هاي تعطي ايودين او عفوا ايودايد بدوزات عاليه وراح يصير عنده بالبدايه باول الايام او اول الاسبوعين راح يصير عنده هايبو تمطي ايودايد، يعني مش متوقع ايش يصير عنده هايبر ثايرويدزم، لكن هو ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده هايبو ثايرويدزم زين، لان راح يتثبط منه هو راح يتثبط يصير انهبشن للايودينيشن اوف تايروسين، يعني راح يتثبط الاورجانيك بايندينج وبالتالي ما راح يتكون التي 3 والتي 4 وبالتالي راح يصير عنده هايبو ثايرويدزم. لكن بعد اسابيع شيء يصير اوتو ريجوليشن، هاي اللي هي ظاهره الاسكيب البارحه سميتها من شرحت، هاي الغده راح تنظم نفسها تسوي داون ريجوليشن ترجع النشاط مالتها بشكل طبيعي، بالتالي يرجع التخليق مال التي 3 والتي 4 وبالتالي يتحول من الهايبوثايرويدزم الى يرجع هايبر ثايرويدزم. وهذا الايودايد يقول يستخدم بالثايرويد ستورم، هذا الثايرويد ستورم راح نعرف هاي اللي جوه شنو، او يستخدم قبل السيرجري زين، لان هو يقلل الفاسكولاريتي اوف ذا ثايرويد جلاند. ايودايد هذا يقول لك يعطى اورالي وما يعطى على اللونج تيرم، يعني هو يحتاجه فقط يعني يعطوه قبل السيرجري مثلا او اذا دخل الثايرويد ستورم نهاية حاله امرجنسي راح نعرفها. شنو هي الادفيرس افكت مالته؟ شيء يسبب يعني سور ماوث، سور ثروت، سويلنج بالتانج واللارينكس، راش يعني ممكن يسوون الالسيريشن بالميوكوس ممبرين، ممكن يسوون ميتاليك تيست اللي هو هذا الطعم المعدني اللي يصير، يعني ما بي شيء. هاي اخر شيء ثايرويد ستورم. طبعا الثايرويد ستورم هي شنو؟ هي يعني يصير عنده هايبر ثايرويدزم، يعني يصير ماسف ريليز من التي 3 والتي 4 زياده بكميات رهيبه بانتاج التي 3 والتي 4، فراح يعني يدخل لنا يزيد الميتابوليك ريت مالته، يزيد الحراره، يزيد الديهايدريشن، ممكن يدخل لنا بكوما، ممكن يصير عنده اكيوت هارت فيلر اللي هي يعني شنو اللي هاي السيمتومز مال الهايبر ثايرويدزم كلها فصلت بها بالانترودكشن كلها راح تصير عنده زين. فبالتالي هذا راح نعامله معامله خاصه يعني كاميرجنسي، يعني التي 3 والتي 4 كل الزايدات عنده، فممكن يعني هو من يزيد عنده راح تزيد الحراره عنده، ممكن تنطيك انتي بايرتيك عدا الاسبرين طبعا، يعني ممكن تعطي باراسيتول اي في، ممكن تعطي بيتا بلوكر. ليش تعطي بيتا بلوكر من ضمن العلاجات؟ لان احنا قلنا من تزداد الكاتيكول امين، يعني هو تزداد السنسيتيفيتي للكاتيكول امين. ليش؟ لان هي الهرمونات التي 3 والتي 4 من جايتنا من التايروسين، والكاتيكول امين ايضا جايتنا من التايروسين، فراح تزداد السنسيتيفيتي بالتالي راح تزداد راح يزداد الاكشن مال سمباثيك نيرفس سيستم، يعني يصير عنده ترمر، يصير عنده تاكيكارديا، يصير عنده ارثميا، فبالتالي ايش محتاج تعطي؟ البيتا بلوكر، خصوصا تعطي شنو هو الميتوبرولول او المفضل اكثر بروبرانولول. ليش؟ لان هذا نون سيلكتيف يسد للبيتا 2 كذلك، بالتالي اذا هو عنده ارق عنده انسومنيا فراح هذا البروبرانولول راح يفيده، لكن اذا عنده مثلا اسمه تمتنع عن البروبرانولول وتعطيه ميتوبرولول، او ممكن تعطيه من الكالسيوم شانل بلوكر تعطيه دلتيازم، هاي ما موجوده هنا مجرد للمعلومه لكم. فهي هذا وايضا تعطي يعني الادويه تعطي البي تي يو زين، البي تي يو اللي هو البي تي يو نسيت الاختصار مالتي، بروبيل ثايو يوراسي، بروبيل ثايو يوراسي، هاي ما شفتها ترى تذكرت يعني زين. هسه بعد ما حكينا هسه نجي نقرا يقول هو اكستريم سيمتوم سميه من الهايبر ثايرويدزم، قلناها شلون تعالجه؟ تعالجك على انه شنو عنده هايبر ثايرويدزم لكن بحاله امرجنسي، يعني تعطي هاي دوزز مور فريكوينسي وايضا تعطي بيتا بلوكر وقلنا ليش زين، حتى يمنع تاثيرات السمباثيتك ستيميليشن وفسرتها ليش، لان هو على مور سنسيتيفيتي يصير للكاتيكول امين بالتالي راح يزداد السمباثيتك، فانت محتاج تقفله تعطي بيتا بلوكر. هاي مجرد مراجعه، هاي كلها مراجعه للمحاضره، انتهت المحاضره بعد ما عندي بيها شيء، اذا عندكم سؤال فاسالوا عادي.